السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الأسئلة، الألوان السادة والميتاليك واللؤلؤي والبيرلي والقصة دي، علشان يعني في شوية أسئلة كده بتيجي حوالين الموضوع ده والميتاليك، وإيه هو الميتاليك، وهل الميتاليك هو اللؤلؤي أو البيرلي أو الكلام ده. يعني إن شاء الله هو الموضوع يعني مش هنجمعه كده في الحلقة دي، ولكن إن شاء الله إيه يعني هنختصر الموضوع بشكل عام، لأن الموضوع في أي لحظة وإحنا بنتكلم كده ممكن ينزل طريقة جديدة أو حاجة جديدة. ولكن بشكل عام عشان الموضوع يبقى سهل كده، الألوان هنفرض مثلا لون أحمر. لون أحمر، اللون الأحمر ده ليه طريقتين أو نوعين، حاجة اسمها أحمر سادة، ده بيتقال عليه ويا سادة، يعني أحمر معلوش أي ألمونيات ولا أي برلات ولا أي صدف ولا أي لون ولا أي ممتلك ولا أي حاجة، أحمر هو أحمر صريح، تمام كده؟ ده بيترش سواء هو طبقة أحمر مطفية وفوق منها ورنيش، وأحيانا بيترش أحمر هو اللون الأحمر هو الورنيش، يعني لون أحمر لميع، ده اسمه سوليد كولر أو توب كوت، يعني هو وش نهائي واللون واللمعة مع بعض، تمام كده؟ طيب أحيانا بقى بيترش إيه؟ ميتاليك، أو بيكون داخله صدف أو بيرل. في الحالة دي بقى ما بيترشش شفتوا إحنا هنا هو الأحمر رشناه اسمه أحمر سادة، هو اللميع أو طبقة مط وفوق منها اللميع اللي هو الورنيش. الأحمر هنا أدام دخله ميتاليك بقى ما ينفعش يترش اللي هو السوليد كولر أو البوية السادة، ما ينفعش الطريقة ديت. في سيستم ممكن ينفع حاجه زي كده، ممكن السيستم ينزل جديد، ولكن لغايه وقتنا هذا انا ما اعرفش بصراحه وما افتكرش فيه يعني، ولكن بنقول ممكن لان ممكن مع الوقت بيحصل تطورات واحداث جديده. الاحمر الميتاليك بقى او اللولي او البيرل او الكلام ده، كل ده تحت تاثير ايه يعني، او تحت مسمى الميتاليك اللي هو التاثيرات اللي بتتحط، مش احمر ساده، الاحمر عليه صدف، اللي هو تيجي تبص للون كده تلاقيه ايه، في ألمونيات، في برلات، دون ليه كذا طريقة في الرش بقى، اللي بيحددها من بتاع الألوان والسيستم بتاع البوية، يعني أحيانا مثلا أحمر ده بيترش مش أحمر، بيترش أحمر طبقة أحمر مط وبعد كده فهم منها الورنيش، قلنا إيه ما ينفعش ترش الأحمر هو الورنيش لأن عليه ألمونيات أو عليه برلات أو عليه لؤلؤي، الحاجات دي لو ترشت مع الورنيش وهي بترش تلاقيها تسيل كده بتعمل سواد وحاجات من ده، الألمونيات بتتحرك، إنما الأحمر ده بيترش بيجيب الاحمر الساده اللي هو المط اللي ترش ينفق منه الورنيش، هو بياخد الاحمر ده لكن بيضيف له الميتاليك او اللولي او البرل يرشه وبعد كده يرش طبقه الورنيش، تمام كده؟ ده كده ده تحت مسمى الميتاليك. واحيانا بيرش طبقه الاحمر دي هي نفس طبقه الاحمر اللي هي ايه؟ اللي هي الساده المط اللي بتاخد ورنيش، بياخده كده ويرشه كده اهو، بعد ما يرش الاحمر ده ساده، يعني لو رش ورنيش هيبقى نفس الطريقه دي اللي هو ايه الاحمر اللميع، بيرش فوق منه بقى طبقه اسمها بيرل او لؤلؤي او صدف او اي تاثيرات كده هو بيرشها وبعد كده بيرش الورنيش، مفهومه كده؟ بس ادي الموضوع كده بكل بساطه، يعني ان شاء الله ما فيش اي حاجه. والطبقه واحيانا بيرش الاحمر زي ما قلنا مش فوق منه بقى البيرل، لا هو الاحمر هو الميتاليك هو البيرل كله مع بعضه بيرشه وبعد كده بيرش الورنيش. وفي طبعا بقى حاجات اللي هي ايه بيرش الاحمر ده وبعد كده بيرش عليه، بيكون احمر ميتاليك احيانا واحيانا احمر ساري، بيرش عليه حاجه اسمها ورنيش ملون او بندر ملون، دي حاجات ان شاء الله تلاقوها ايه يعني معموله عملي اكتر، اللي حابب يشوفها ان شاء الله تطلع عندكم في الوصف. يعني افتكر كده ان شاء الله الموضوع سهل. البرل الميتاليك يعني الاثنين هما واحد، ممكن سيستم يعمله ابيض ميتاليك يعني ابيض وعليه المونيات او عليه البرل بتاعه ويرش هو مع بعض ويرش فوق منه الورنيش، وممكن يرش الابيض وبعد كده طبقه البرل الميتاليك لوحدها وبعد كده الورنيش، ممكن المسميات تختلف لكن كده ان شاء الله الفكره هتكون واصله يعني للناس اللي عايزه تفهم الموضوع كده ايه على السريع يعني. واللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.